شركات بنكية كما قال الدكتور حميد. يعني تأكيد المؤكد في إطار مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد نؤكد على الأندية فتح حسابات لتحويل المخصصات. أعتقد الأمر طبيعي لا يحتاج. طيب في مرحلة الذهاب كيف يعني دفع الاتحاد للأندية؟ إحنا لم نسافر وبالتالي لم يدفع لنا. لا أدري كيف تعامل مع الأندية اللي انتقلت من محافظة إلى محافظة. يعني الأندية اللي بقت في صنعاء ما دفع لهاش حتى لم يدفع لها. لا لم يدفع لها على الإطلاق. يعني هذه معلومة مؤكدة من نائب رئيس نادي أهلي صنعاء. طيب نتحدث عن جاهزية الأهلي للإياب. الأهلي تصدر في مرحلة الذهاب مجموعتي والآن أعلن الاتحاد عن 14 من ديسمبر المقبل لبدء دور الإياب. نعم النادي جاهز، احنا جاهزين والفريق مكتمل وان شاء الله نتوفق هذه الفتره بالرجوع يعني بالفوز بالنقاط كامله ان شاء الله اذا لم يحدث اي اشكاليه مثل ما كان يحدث في البطولات السابقه. استاذ حمود السؤال جاءني من يعني المنتسبي الاهلي ان هذا النادي العملاق الكبير انه لم تصرف رواتب المنتسبين الاداريين ولاعبين وذلك من شهرين او من ثلاثه، وهو امر يعني غريب انه يكون في اهلي صنعاء اللي نادي عنده مداخيل وعنده رئيس نادي بحجم حسن الكابوس